يا علامة مصدر طاقة؟ شوية بس الكابلات هتدلني. حاجز مكهرب ما شفتش زيه قبل كده. يمكن هم اتضايقوا بعد ما حد اخترق برج فاسك. مين ممكن يعمل كده؟ بيحاولوا يموتوا سبايدر مان من سنين بس بيفشل. دلوقتي لازم افرغ المولد. تمام فرغته. حلو ده. نشوف الباقي. سبايدر مان مصاب.
سري وقريب مفيش مولدات. كمان واحد. تمام، هشوف لو فين خبة النيو فورم في دار عرض جيم. لو بس أعرف فين بتخطط تعمل إيه بالنيو فورم وعرفت تاخده منها هيبقى يوم سعيد. معاك حق يا جنكي، المجتمع السري منتشر. المجتمع السري بقى مفتوح. كمل شغل عليها. الحاجز مكهرب. مش لطيف ابدا. بدلتك بتقول ان التيار كان 300 كيلو جول. ازاي ما توجعتش قوي؟ اظنها مزايا الكهرباء الحيويه. مستحيل كل الكهرباء دي تتولد محلي. نشوف الباقي. عجبتني قوي. دي علامة المصدر طاقة؟ شوية، بس الكابلات هتدلني. حاجز مكهرب ما هتعدى كل الاجراءات الامنيه. كمان واحد. شفتي انت
سري وقريب مفيش مولدات عشقوي الحاجز من غير ذره طاقه انا جاهز للتدمير أوبس ممكن يكون في سلم أو أسانسير زي الأسانسير بقولك إيه أنا بفكر يحصل إيه لو قلت الفين إنك سبايدر مان بقولك يا فين أنا مش بس كذبت بخصوص الانضمام لجماعتك ده أنا كمان الشخص اللي بيحاول يوقفك تمام أيوة ممكن نتدرب على الأسلوب الخزان الاسطواني شكله مبشر انت مين انت قلت لي